أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يبارك في المجلس وفي أهله وأن يجعله مجلس خير وبركة ويمن وتيسير. ونسأل الله تعالى أن يجزي عنا خير الجزاء كل الذين كانوا سببا في هذا اللقاء وكل الذين عملوا على أن يتم هذا اللقاء حتى يكون ذكرا لله تعالى وحمدا وشكرا على نعمه وآلائه وصلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت السماوات والأرضين. يا الإخوة الكرام، نحن في هذه المناسبة وفي حقيقة أنا فوجئت تنضم غادي شي وحده اخرى يدير شي كلمات. على كل حال، نسال الله تعالى التوفيق والسداد. الاخوه الكرام، يقول اهل الخير: ان الله اذا احب للعبد خيرا ارشده الى مجالس الصالحين. ان الله تعالى اذا احب للعبد خيرا ارشده الى مجالس الصالحين. فاذا وجدت من يتوق الى هذه المجالس ويشتاق الى هذه المجالس للصالحين، فاعلم ان الله تعالى يريد به خيرا وانه على طريق الخير. وهذه المساله معروفه منذ القديم عند الصحابه وعند التابعين وعند تابع التابعين وعند تبعهم باحسان الى يوم الدين. فكان لأهل الصلاح ولأهل الفضل ولأهل الخير على مر الأزمان كان لهم ضوء في الحياة، وكانوا يجدون هذا الصلاح في المواقف العصيبة. كان بعض المواقف تكون عصيبة للمسلم وفيها يجدوا النتيجة ديالك الخير وديالك المجالس وديالك الله تعالى وديال الإيمان والتقوى والرجوع إلى الله تعالى منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم. يذكر غير واحد من المؤرخين الذين كتبوا عن الصحابة اللي ألفوا عن الصحابة، بن عبد البر في الإصابة وغيره من الناس اللي كتبوا على حياة الصحابة، كان صحابي من الصحابة اسمه سفينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي سماه سفينة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة في سفر حاملين واحد البضاعات ثقيلة، يعني المتاع ديالهم كان ثقيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم فرش واحد الرداء وجمعوا فيه كاع داك المتاع ديالهم، داك الشيء اللي عندهم، وقال لهذا الصحابي وكان خادم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له احمله فانما انت سكينه. فيقول هذا الرجل هذا الصالح هذا الصحابي الجليل، قال: لما حملت هذاك المتاع لم اشعر بثقله، ووالله لو تضاعف يعني هذا المتاع والثقل لو تضاعف مرات عديده ما غاديش نشعر به، لانها دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الصالح بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة في خلافه عمر رضي الله عنه، وكانوا في الفتوحات الاسلاميه، ووصلوا لديك الجهه ديال اسيا فيها الغابات وفيها الحيوانات المفترسه وفيها كذا. وطبعا الصحابه رضوان الله عليهم الغالبيه ديالهم عاشوا في مكه والمدينه، ما كانش الغابه، ما كانش الصحراء والسماء، وحتى الحيوانات ديالها معروفين الى غيرها. فيقول سيدنا سفينه هذا رضي الله عنه وهو كيحكي، كيقول: كنت في اجمه في واحد البلاصه فيها الشجور بزاف، قال: ونحن في الفتح من الفتوحات في اسيا، دول القوقاز الان اللي كيسميوها دول القوقاز. قال: فاعترض سبيلي اسد. قال: اول مره غادي نشوف الاسد في حياتي. الناس كانوا كينغاولوا ابو الحارث. فقال: لما اعترض الطريق ديال الاسد وانا كنسمع بانه حيوان مفترس وعرفت انها النهايه الهلاك هو وياه في الغابه. قال: فقلت له: يا ابا الحارث، انا سفينه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا سفينه: والله لقد ابار ظهره ونظر اليك انما يدلني على الطريق. باب جهه اخرى. قال: فسار الاسد وسرت وراءه حتى خرجوا الطريق اللي غادي اللي باين.
قد ما خرجت من الغابة وخرجت الطريق اللي بينا نسيت هو رجع. قال ورجع واحد شوية والتفت وبقى يشوف فيها. قال فعلمت أنه يودعني. فهذا الصلاح وتقوى الله والارتباط اليومي بالله تعالى، بذكر الله، بطاعة الله، بالخشوع بين يدي الله تعالى، هي اللي كتصنع هذه المعجزات اللي صنعوها الصحابة وصنعوها الصالحون في كل زمان. لما كيتكلموا مثلا على غزوة بدر، أي واحد من هذوك الناس اليوم اللي كيتسموا خبراء استراتيجيين عندهم خبرة في المجال ديال الاستراتيجية، أي واحد في هذا لو كان تعطيه المعلومات تقول واحد جوج ديال الجيش، واحد جيش فيه 1000، واحد فيه 314، واحد جيش عنده السلاح وعنده الدواء وعنده الطعام والشراب والعادي، واحد جيش ما عنده والو، ثلاثة ديال الخيول كيتناوبوا عليهم، ثلاثة ديال الخيول فاقلين، واحد الجيش قوي ومضرب كذا، واحد الجيش اللي الغالبية ديالهم كانوا يعني اللي سموه كانوا كبار في السن، أي واحد تعطي هذه المعلومات يقول لك هذا الجيش قوي غادي يدمر هذاك الجيش وغادي يستأصله وغادي يقضي عليه، ولكن شنو كان؟ كانت النتيجة العكس تماما، فانتصر المسلمون انتصارا ظاهرا وأسر من أسر من المشركين، وكاع الرؤوس ديال الفتنة تقتلوا في هذه المعركة ديال بدر، بمعنى أن هناك شيء آخر من غير السلاح ومن غير البشر ومن غير العدل والعدة، هناك شيء آخر اسمه الصلاح وسميته الإيمان. وهذا يعني هذه المجالس ديال الصلاح وديال الصالحين وديال ذكر الله تعالى لا يهدي الله إليها إلا من أحب له الخير. فإذا رأيت من يعرض على هذه المجالس فاعلم أن في أمره حاجة. وإلا شفت واحد السيد اللي كيبحث على هذه المجالس وربما يشوف لها الطريق من مكان بعيد، فاعلم أن ذلك من توفيق من الله تعالى وأنه يريد أن يدله على الطريق المستقيم. في كل زمان، في كل مكان، في كل عصر، في كل مكان، إلا وصلوا الدين ديالنا إلا وكان في هذه المجالس وكان في الذكر ديال الله تعالى، وحتى من غير زمان الصحابة، في زمن التابعين، في زمن اللي جاو موراهم، وحتى والكتب ديال هذا المجال المتخصصه في هذا المجال كتعكس اشياء واشياء كثيره من الناس اللي كانوا يعني مثال في الصلاح، من الصلاح والتقوى، هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.